السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا اليوم وصفة خضار سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت لذيذة. نحتاج إلى البطاطا، هنا لدي جزر بطاطا، هنا البطاطا الحلوة كما ترون، ولدي فلفل حسب الذوق، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة، ملعقة صغيرة فلفل أسود، فصين إلى ثلاث ثوم، حبة كبيرة طماطم، حبة كبيرة بصل، وهنا لدي القرع، استخدموا القرع أو الكوسة أو الزهرة أو الملفوف أو أي نوع من الخضار تحبونه، يعني المجال مفتوح في الوصفة. ممكن إضافة البازلاء، ممكن إضافة الفاصوليا الخضراء، استخدموا أي نوع من الخضار تفضلونها، ويمكنكم الاستغناء عن أي نوع لا تفضلونه. طبعا نحتاج إلى الملح وإلى الزيت. في طنجرة سوف نضع جميع المكونات، كل الخضار والبهارات، نضيف البهارات، كل المكونات والزيت، استخدموا نصف كوب من الزيت، وطبعا الملح. ضيفوا كزبرة وبقدونس، أنا هنا لدي مثلج، وأيضا ضيفوا الماء، لا تضيفوا كمية كبيرة من الماء، فقط تقريبا حتى نغطي الخضار، لأن الخضار سوف تفرز أيضا الماء، لهذا لا تضيفوا كمية كبيرة، وإن احتجتم إلى المزيد ضيفوا فيما بعد القليل. نتركها على النار حتى تنضج. وهذه خضارنا جاهزة، أتمنى أن تجربوها، قدموها مع الخبز أو مع الرز، أيضا مع مقالي وسلطة خضراء، يعني سلطات ومقالي، بهذه الطريقة تقدم. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. مع السلامة.